بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات. اليوم إن شاء الله بإذن الله نبدأ إثراءات الفصل الثامن اللي هو في الجبر الدوال الخطية، فهرس اللي راح نتطرق له إن شاء الله في الفصل الثامن اللي هو المتتابعات والدوال وتوسع العلاقات والدوال وتمثيل الدوال الخطية. في درس المتتابعات كانت فكرة الدرس نحدد المتتابعات الحسابية ونكتب عبارة جبرية لأجد حدود المتتابعة الحسابية. طبعا هنا لدينا المتتابعة هي مجموعة زي ما تعرفنا سابقا مرتبة من الأعداد، ويسمى كل عدد فيها حدا. مجموعة مرتبة مثل هنا 3 5 7 9 11، كل عدد في هذه المجموعة تسمى حدا. المتتابعة الحسابية فيه علاقة في بين الحدود هذه، هي متتابعة، يكون الفرق بين أي حدين متتاليين فيها ثابتا، بين أي حدين متتاليين ثابتا، الفرق بين الحد الأول والثاني نفس الفرق بين الثاني والثالث سواء بالزيادة أو بالنقصان، يسمى هذا الفرق أساس المتتابعة. هنا 3 زدنا عليها 2 صارت 5 5 زدنا عليها 2 صارت 7 7 زدنا عليها 2 9 9 زدنا 2 11، وهكذا، هذا أساس المتتابعة. طبعا لإيجاد العدد التالي في المتتابعة الحسابية راح نضف أساس المتتابعة إلى الحد الأخير، يعني هنا راح يكون عندي كم؟ 13 وبعده 15 وبعده 17 وهكذا. إذا كان الفرق بين أي حدين متتاليين ثابتا في المتتابعة سميت متتابعة حسابية، مثل هنا زي ما شفنا قبل قليل طرحنا 5. كيف طبعا نعرف هذا الفرق؟ أحيانا يكون ظاهر واضح مثل المتتابعة المذكورة قبل قليل، وأحيانا ما يكون ظاهر. كيف نعرفه؟ نأخذ الحد الثاني نطرح منه الحد الأول، مثل المتتابعة السابقة كانت 3 و5 و7 و9 و11 وهكذا. طرحنا 7 طرحنا منها 5 أعطاني 2، 9 طرحنا منها 7 أعطاني 2، 11 طرحت منه 9 أعطى 2، و13 طرحت منه 11 أعطاني 2 وهكذا. إذن هذه المتتابعة حسابية أساسها ثابت وهو العدد 2. طبعا يمكن كتابة المتتابعة باستعمال حدها النوني الذي يربط بين رقم الحد وقيمته، مثل هنا تحديد المتتابعة الحسابية باستعمال الحد النوني، بينما إذا كانت المتتابعة التي حدها النوني 4 ن ناقصا 1 حسابية أم لا، وإن كانت كذلك فأوجد أساسها. يعني ممكن المتتابعة تكتب بسرد العناصر مثل ما شفنا قبل قليل 3 5 7، وبعد ذلك نحكم عليها هل هي متتابعة حسابية أم لا، أو ممكن أننا نكتب الحد النوني. ما نعني بالحد النوني مثل ما قلنا، أحسنتم، هذا الصيغة أو العبارة اللي ممكن أجيب منها أي حد من حدود المتتابعة. طبعا بنشوف أيضا تعرفنا على كيفية إيجاد هذا الحد النوني إذا كانت عندي المتتابعة مسرودة سردا. طيب طبعا هنا راح أسرد المتتابعة، أكتب بعض حدودها، يعني أكتب الحد الأول، يعني لما نون تساوي 1 مثلا هنا يساوي 3، الحد الثاني لما نون تساوي 2 7، الثالث 11، الرابع 15، ثمين أجي أحكم هل الفرق أو الأساس بين اللي هو الأساس في أساس ثابت، الفرق بين كل حد وحد ثابتا. نشوف طبعا هنا 3 زدنا عليها 4 أصبحت 7، 7 زدنا 4 11، 11 زدنا 4 15، يعني لو جينا بالعكس 15 أطرح منها 11 4، 11 أطرح منها 7 4، 7 أطرح منها 3 4. إذن هذه المتتابعة حسابية لأن الفرق بين كل حدين متتاليين ثابتا ويساوي 4. نتأكد بينما إذا كانت كل متتابعة في مائتي حسابية أم لا، وإن كانت كذلك فأوجد أساسها والحدود الثلاثة التالية فيها. طبعا عندنا هنا متتابعة مكتوبة بسرد العناصر، طبعا أحسنتم، راح أخذ الحد الثاني أطرح منه الأول، كم راح يعطيني؟ 4 ناقص 11 راح يعطينا الناتج سالب 7. طيب أخذ الحد الثالث أطرح منه الثاني، الثاني أطرح منه الأول، الثالث أطرح منه الحد الذي يسبقه، الحد أطرح منها الحد الذي يسبقه. طبعا سالب 2 ناقص 4 سالب 6، سالب 7 اللي هو الحد الرابع أطرح منه الثالث،
راح يعطيني سالب 5. هل الأساس ثابتا؟ هل في كل مرة طرحنا سالب 7؟ يعني هنا 11 طرحت منها سالب 7 أعطاني 4، 4 طرحت منها سالب 6 أعطاني سالب 2، سالب 2 طرحت منها اللي هو طبعا أضفت عليها يعني سالب 5، أو طرحت منها 5 أعطاني سالب 7. إذن هنا متتابعة ليست حسابية، لأن الفرق بين كل حدين متتاليين غير ثابت، ليس ثابتا. أيضا 3 نون زائدا 4 معطينا هنا المتتابعة، يعني لم يعطيني سرد عناصر إنما بحدها النوني. أحسنتم. أول شيء عندما نون تساوي 1 راح أوجد الحد الأول، 3 في 1 زائد 4 7، الحد الثاني 3 في 2 زائد 4 اللي هي 10، الحد الثالث 3 في 3 زائد 4 13، الحد الرابع 3 في 4 زائد 4 16. هنا غيرنا فقط قيمة نون 1 و 2 و 3 و 4. طيب نأتي الآن نحكم. طبعا هنا 7 أزيد عليها كم يعطي 10؟ أو 10 ناقص 7 كم يعطينا؟ أحسنتم 3. إذن هنا زائد 3. طيب 13 ناقص 10 3، إذن هنا زدنا 3 وهنا زدنا 3. إذن هذه متتابعة حسابية، لأن الفرق ثابت بين كل حدين متتاليين ويساوي 3 اللي هو الأساس. الأساس كم؟ أحسنتم 3. بالنسبة لهذه المتتابعة نفس الشيء، راح نسرد العناصر. عندما نون تساوي 1 2 أس 1 2، عندما نون تساوي 2 2 أس 2 4، عندما نون تساوي 3 2 أس 3 8، عندما نون تساوي 4 2 أس 4 16، وهكذا. 2 زائد كم يعطي 4 زائد 2، 4 زائد كم يعطي 8؟ طيب ممكن أجيبها بالعكس، 8 ناقص 4 كم؟ 4. إذن اختلف هنا الأساس. 16 ناقص 8 كم؟ 8، يعني 8 لما أجمع عليها 8 يعطيني 16. اختلف الأساس، إذن الأساس هنا ليس ثابتا. دائما لما تكون نون في الأس هنا المتتابعة لن تصبح حسابية، بما أن الفرق غير ثابت بين كل حدين متتاليين إذن المتتابعة ليست حسابية. أيضا يمكن إيجاد الحد النوني للمتتابعة الحسابية إذا علمنا بعض حدودها مثل ما قلنا سابقا. يعني مثل عندي هذه الحدود، نريد كتابة حد نوني عشان أوجد مثلا حد 20 50 70 وما إلى ذلك. مستحيل أني حتى لو عرفت أساس المتتابعة راح يصعب علي إضافة الأساس كل مرة لأن أصل إلى حدود بعيدة، سواء مثلا الحد رقم 50 أو 70 أو 80. طيب أول شيء طبعا راح نستعمل مثل الجدول، نحط الحد الأول وبعد الثاني بعد الثالث بعد الرابع ونشوف. طبعا هنا هذا عبارة عن محيطات مربعات، المحيط هنا راح يصير 4. لما يكون عندي مربعين طبعا هنا المحيط 8 وبعدين المحيط 12 بعدين المحيط 16. نلاحظ هنا طبعا انها متتابعة حسابية، تزيد 4 في كل مرة، الأساس 4. نأتي بالأربعة هذه نضربها في نون مباشرة، ثم نأتي نتحقق نقول 4 في 1 هل يعطيني قيمة الحد الأول؟ نعم أعطاني 4. 4 في 2 هل تعطيني قيمة الحد الثاني؟ نعم أعطاني 8. 4 في 3 راح تعطيني 12، و 4 في 4 راح تعطيني 16. إذن اللي هو الصيغة أو العبارة اللي يمكن كتابتها لإيجاد الحد النوني 4 نون. طيب هنا اكتب عبارة لإيجاد الحد النوني واستعملها لإيجاد قيمة الحد عند نون المعطى، يعني نريد حنا الحد الثامن. طبعا هنا الأساس كم؟ نوجد الأساس، الأساس نوجده من الحدود المذكورة أمامنا. عندنا 4 حدود، راح نطرح 23 أطرح منها 25 راح يعطيني سالب 2، 21 راح أطرح منها 23 راح يعطيني سالب 2 أيضا، 19 راح أطرح منها 21 راح يعطيني سالب 2. طبعا هنا مذكور أنها متتابعة حسابية، ليس ضروريا أن نتحقق، فقط نأخذ حدين متتاليين ونطرح الحد اللاحق من نطرح من الحد اللاحق الحد السابق ونوجد الأساس فقط. ثم بعد ذلك طبعا زي ما قلنا هذا الأساس اللي هو سالب 2، لو ضربنا 1 في سالب 2
طبعا الان لو قلنا ان اللي هو العباره سالب 2 نون، سالب 2 نون لو ضربنا واحد اللي هو رقم الحد الاول في سالب 2 راح يعطيني سالب 2، هل عطاني 25؟ لا، ينقصنا كم عشان نحصل على 25؟ انا عندي سالب 2، اجمع كم عليها عشان اوصل الى 25؟ اريد 25 موجبه، واريد 2 ايضا اضافيه عشان ارتفع عن السالب 2 اللي انا اللي هي تحت الصفر. اذا احتاج الى 27، يعني معناته بجمع 27، هذا الحد الاول. طيب والحد الثاني سالب 2 في 2 سالب 4، هل عطاني 23؟ لا، لكن لو جمعت 27 راح يعطيني 23. طيب سالب 2 في الحد الثالث راح يعطيني سالب 6، هل راح يعطيني 21؟ لا، لكن لو جمعت 21 ايضا راح يعطيني اللي هو قيمة الحد الثالث 21. طيب سالب 2 في 4 سالب 8، هل راح يعطيني 19؟ لا، لكن لو جمعت عليها 27 بالفعل راح يعطيني 19. اذا اللي هي الصيغة نون في سالب 2 او سالب 2 نون زائدا 27، اللي هي سالب 2 نون زائدا 27. يعني دائما نشوف الاساس نضربه في نون، ناتي نتحقق هل عطاني قيمة الحد الاول؟ ما عطاني، خلاص هذا هو اللي هي العبارة النونية. لم يعطيني الحد قيمة الحد الاول او قيمة اللي حطيته انا مثلا الحد الثاني او الثالث، نشوف كم ينقصه مثلا او كم ازيد عليه او كم اطرح منه للوصول الى قيمة الحد، راح تكون هي العبارة اللي هي نستخدمها لإيجاد الحد النوني. طيب عندما نون تساوي 8 راح اشيل نون واحط بدالها 8، كم راح يعطينا؟ سالب 16 زائد 27 راح يعطيني القيمة 11. طبعا واضح ان المتتابعة هنا تناقصية تتناقص. هل هذه المتتابعة حسابية ام لا؟ اذا كانت كذلك اوجد اساسها والحدود الثلاثة التالية فيها، ما رأيكم؟ 1 ثم 10 ثم 100 ثم 1000 ثم 10000. احسنتم، واضح انها ليست حسابية. الحد الاول الثاني زاد عن الاول 9، الثالث زاد عن الاول 90، الرابع زاد عفوا الثالث زاد عن الثاني 90، والرابع زاد عن الثالث 900. اذا ليست حسابية لان الفرق بين كل حدين متتاليين غير ثابت. ما العبارة التي تمثل الحد النوني في المتتابعة المبينة في الجدول الاتي؟ اول شيء طبعا هذا الحد الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، يريد النوني، يعني الحدود متتاليه ليست حدود مثلا معطيني حدين ثم قفز الى الحد الرابع وهكذا، لا، حدود متتاليه. طيب قيمه الحد هذا الاول عشان نروح للحد الثاني اضفنا 6 من 10. طب كيف ممكن ان نعرف؟ زي ما قلنا ممكن نجي بالعكس، يعني نقول 1 و2 من 10 راح أطرح منها 6 من 10، الحد الثاني أطرح منه الحد الأول. 1 و2 من 10 إذا طرحت منها 6 من 10 راح تعطيني 6 من 10. طيب 1 و8 من 10 لو أطرح منها 1 و2 من 10 كم؟ أحسنتم، 6 من 10. طيب 2 و4 من 10 لما أطرح منها 1 و8 من 10 راح يعطيني 6 من 10. طيب 2 و4 من 10 لو أضيف عليها 6 من 10، 2 و4 أجزاء من 10، إذا ضفت 6 أجزاء من 10 صار عندي 4 و6 أجزاء من 10 اللي هو 1 صحيح و2 3، بالفعل 3. طيب نريد الحد النوني الآن، اكتشفنا الأساس اللي هو 6 من 10، ماذا قلنا؟ راح نقول 6 من 10 نون. طيب هل يعطيني قيمة الحد الأول لو شلت نون حطيت 1؟ نعم. هل يعطيني قيمة الحد الثاني لو شلت نون حطيت 2؟ نعم، 6 من 10 في 2 1 و2 من 10 وهكذا. طيب وين الخيار الصحيح؟ ما في عندنا هنا 6 من 10 مضروبة في نون، هذه 6 من 10 زائدا نون، وهنا نون ناقص 4 من 10، وهنا نون مقسومة على 5، أين 6 من 10 مضروبة في نون؟ أحسنتم، ممتاز. لا ننسى دائما أن 6 من 10 تكافئ 3 أخماس، 3 أخماس. إذا الحل الصحيح 3/5 في نون، لأن 3/5 تساوي 6 من 10.
لدينا في اختيار من متعدد تصف العبارة سالب 12 ناقص 4 مضروبة في نون ناقص 1 نمطا عدديا، إن كانت نون تمثل الحد نون في المتتابعة، أي أنماط الأعداد التالية تصفها العبارة؟ أحسنتم، راح إيش؟ ممتاز، نعوض عن نون بواحد. أول شيء 1 ناقص 1 صفر، سالب 4 في صفر هذا راح يروح، راح يتبقى كم؟ سالب 12 هذا الحد الأول، يعني إما ألف أو باء لأن جيم ودال موجب 12 خطأ. طيب نأتي للحد الثاني هو اللي بيحدد لنا الآن، راح أضع بدال النون 2، 2 ناقص 1 1 مضروبة في 4 راح تكون 4 في 1 4، سالب 12 ناقص 4 اللي هي سالب 16، إذا طلعت لنا سالب 16، إذا سالب 8 خطأ، إذا الحل الصحيح ألف فقط. عوضنا بالحد الأول، لقينا متتابعتين تبدأان بنفس الحد الأول، حطينا الحد الثاني وجدنا الناتج الحل الصحيح. لدينا في الدوال نكمل جداول الدوال، الدالة هي ماذا؟ هي علاقة تربط بين مجموعتين سين وصاد، سين و قيمة الدالة عند السين، أحدهما تسمى مدخلة والأخرى مخرجة، دال لسين تسمى تساوي 2 سين، هذه تسمى دالة، دال لسين تسمى 2 سين. نلاحظ هنا دال لسين تساوي 2 سين، لو شلنا سين، طبعاً سين هي المدخلة، دال سين هي المخرجة، سين ندخلها هنا تعطينا قيمة دال لسين. نشوف هنا هذه المخرجة اللي هي دال سين، طبعا سين تسمى مدخلة ودال اللي سين مخرجة. لو شفنا هنا المدخلة سين دخلنا عليها مثلا، راح نعوض عن سين لإيجاد قيمة الدالة عند عدد ما، نعوض عن سين بذلك العدد. نشوف هنا لو قلنا مثلا سين عند 2، راح ندخل الاثنين في المدخلة سين، يعني نشيل سين نحط بدالها 2، كم راح تصير المخرجة؟ كم راح تطلع المخرج الناتج؟ 2 في 2 أحسنتم، راح تطلع لنا الناتج هذا 4، إذا دال لي سين قيمته 4، طلع لنا الناتج 4. طيب لو صارت سين تساوي 3، هنا المدخلة 3، راح نضرب 2 في 3 6، إذا المخرجة هنا أحسنتم ممتاز اللي هو راح تكون 6. طيب لو كانت سين بأربعة، نلاحظ هنا نتابع هنا المدخلة ثم نتابع هنا المخرجة، السين 4 دخلناها بدال سين هنا راح تطلع لنا كم القيمة؟ 2 في 4 أحسنتم، راح تكون القيمة 8 ممتاز. وهكذا طبعا كلما عوضنا عن سين تعطينا قيمة الدالة عند سين. لكي تكون العلاقة دالة يشترط أن تعطي كل مدخلة مخرجة واحدة فقط. مثال: بين أي علاقة من العلاقتين التاليتين تمثل دالة. عندنا المدخلات 1 و 2 و 3، المخرجات 1 خرجت ب 4، 2 خرجت ب 8، 3 خرجت ب 12، هذه تمثل دالة. كل مدخلة أعطتنا مخرجة واحدة فقط، طيب لأن كل مدخلة أعطت مخرجة واحدة فقط، طيب في هذه الحالة مدخلات عندنا 2 و 3، 2 عطتنا 5 وعطتنا أيضا 7 والثلاثة أخرجت لنا 9، هل هذه نسميها دالة؟ هذه ليست بدالة، ليست دالة لأن لا تمثل دالة لأن المدخل 2 أعطت مخرجتين. ممتاز، أوجد قيمة كل دالة فيما يأتي. دال عند الأربعة إذا كانت دال لسين تساوي سين ناقص 6، أحسنتم ممتاز، راح نشيل سين نحط بدالها 4 هنا وهنا، راح يكون عندي دال لأربعة تساوي سالب 2، دال لسالب 2 كانت دال سين تساوي 4 سين زائد 1، هذه الدالة كتبناها، نحن نريد دال عند سالب 2 راح نعوض عن السين بسالب 2، راح تنزل الدالة مثل ما هي، لن يتغير فيها شيء إلا سين تشال وتحط بدالها سالب 2، راح يعطينا الناتج. نشوف هنا هذا دال لسالب 2 كم راح يساوي، نجري العمليات في الطرف الأيسر هنا، 4 في سالب 2 سالب 8 زائد 1 راح يعطينا سالب 7.
أوجد قيمة كل دالة، دالة سبعة حيث دال س تساوي خمسة س، هذه هي الدالة، أين الدالة اللي نعوض فيها هذه؟ طيب أعوض في مين السبعة؟ أعوض عنها بمن؟ طبعا راح أشيل س هنا أحط بدالها سبعة، دالة سبعة وخمسة س، راح أشيل أيضا س اللي هنا أحط بدالها سبعة، راح يعطيني قيمة الدالة عند س، هذا معناتها قيمة الدالة عند س تساوي خمسة في سبعة اللي هي خمسة وثلاثون. أيضا قيمة الدالة عند خمسة، بحيث أن الدالة عند س هي 2 س زائد 5. أحسنتم، هذه الدالة كتبناها. نريد دال عند 5، هذه مخرجة، نحن ننتظر قيمة هذه المخرجة كم. راح نعوض عن س هنا ب 5، 2 في 5 10 زائد 5 15، يعني قيمة الدالة عند 5 تساوي 15. طبعا قيم نفسك إذا حليت هذا التمرين عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بهذه الدرجات، وذلك تحصل على 2 من 2. تسمى مجموعة قيم المدخلات بالمجال، القيم اللي ندخلها في الدالة نسميها مجال، والنواتج اللي تنتج لنا اللي نسميها قيم المخرجات، اللي هي القيم المخرجات نسميها المدى. ويمكنك تنظيم المدخلات والقاعدة والمخرجات في جدول، يعني نضع هنا السين اللي هي المدخلات والقاعدة والمخرجات، وضعناها في جدول. نريد قيمة الدالة عند سالب 2، عند 0، عند 1، عند 3. عوضنا عن كل سين بالقيمة المدخلة اللي نريدها، ثم أوجدنا الناتج اللي هو المخرجات. ما هو المجال؟ أحسنتم، قيم سين اللي هي سالب 2 و0 و1 و3، والمدى سالب 9 و1 و6 وموجب 9، والقاعدة للدالة اللي هي 5 س زائدا 1. قطع عمر بدراجة مسافة 20 كيلومتر بعد ساعة واحدة من بدء الحركة، إذا استمر بسرعة معدلها 13 كيلومتر في الساعة، فكم ساعة يحتاجها لقطع مسافة 111 كيلومتر؟ طبعا قطع 20 كيلومتر في أول ساعة، إذا هنا لدينا المسافة راح تساوي 20 اللي هي قطعها في الساعة الأولى، ثم اللي هو 13 في كل ساعة، 13 في كل ساعة. طيب نحن نحن نريد أن يعني نشوف في كم ساعة راح يقطع 111 كيلومتر، في كم ساعة؟ طبعا هنا يعني المسافة 111 كيلومتر تساوي 13 كيلومتر كل ساعة، زاد 20 اللي هو كيلو اللي قطعها في الساعة الأولى، طبعا راح أطرح 20 من الطرفين، راح تبقى لي 13 تساوي 91، راح أقسم 13 للطرفين، يعني س راح تساوي 7، إذا يحتاج إلى 7 ساعات لقطع 111 كيلو مترا. لدينا هنا تمثل التكلفة الكلية جيم التي ينفقها سعد ثمنا للتذاكر تاء التي يشتريها من مدينة الألعاب بالمعادلة جيم تساوي 6.5 تاء. أي الجداول الآتية تحوي قيما تحقق المعادلة؟ المعادلة جيم تساوي 6.5 تاء. طبعا إذا كانت التكلفة 1 ريال، هل جيم تساوي 6.5؟ نعم. طب إذا كانت 2 ريال راح تكون 6.5 في 2 اللي هي 13. طب 3 ريال اللي هي راح تكون 6.5 في 2 اللي هي 19.5. طيب 4 ريال راح تكون 6.5 في 4 اللي هي 26. إذا الجدول ألف هو اللي حقق قيمة حققت المطلوب صح، فما نروح نشوف باقي الجداول. طبعا حدد ما إذا كانت كل علاقة فيما يأتي دالة أم لا. طبعا هذه تمثل دالة، ليه؟ لا تمثل عفوا دالة، لأن المدخلة 9 ارتبطت بمخرجتين اللي هي 18، 9 ارتبطت بمدخلتين اللي هي 15 و10. لدينا في تمثيل الدوال تباع كل 4 من أزهار القرنفل في باقة، أما أزهار الأقحوان فتباع منفردة. مثل الدالة 4 س زائد ص تساوي 15 بيانيا لإيجاد عدد باقات أزهار القرنفل س وأزهار الأقحوان ص التي تحتوي 15 زهرة، ص تساوي 15 ناقص 4 س. طبعا خلينا ص في طرف لحالها،
طرحنا 4 س من الطرفين صارت ص تساوي 15 ناقص 4 س. طبعا حطينا قيم 0 و1 و2 و3 وعوضنا فيها، طلعت لنا ص ب 15 و11 و7 و3. لو عوضنا اكثر راح يعطينا اعداد سالبه، طبعا ما راح ينفع لان عدد الزهرات ما ينفع يصير سالب. اذا كان عندي ازهار اقحوان قرنفل صفر معناتها اقحوان 15، واذا كانت واحد قرنفل اقحوان 11، واذا كانت اثنين قرنفل اقحوان 7، واذا كانت ثلاثه قرنفل معناتها اقحوان 3. نمثلها على المستوى الاحداثي بهذا الخط. مثل كل دالة ما يأتي بيانيا، نضع 0 1 2 3، طبعا نحط أي أعداد نحن نريد، 0 1 2 3 وما إلى ذلك، نمثلها ونعوض عنها في القاعدة. طبعا عوضنا 0 زائد 5 1 زائد 5 2 زائد 5 3 زائد 5، طلعت لنا النواتج 5 و 6 و 7 و 8، يعني 0 و 5 1 و 6 2 و 7 3 و 8، نوصلها بخط مستقيم. كذا نكون مثلنا الدالة. طبعا الأعداد اللي هي 0 1 و 2 اختيارية. طبعا تسمى المعادلة التي تمثل حلولها بيانيا بخط مستقيم دالة خطية. بذلك نكون انتهينا من الجزء المراجعة لهذا اليوم. شكرا جزيلا أعزائي الطلاب والطالبات.